الميناء بين المستودعات، لكن قاصد مستودع فريد وفيه كمية من الذكريات ما تشوفها في أي مكان ثاني. هذا هو الوير هاوس 421 اللي تقام فيه معارض على مدار السنة تحيي التاريخ الإماراتي. خلونا نشوفه وياكم. ما ذكرت ان في الوير هاوس 421 تقام معارض على مدار السنه، وكل معرض ياخذ له 4 شهور عشان يتيح للزوار انهم يزورونه على راحتهم. وهذا المعرض اللي موجود الحين هو معرض ترحال للفنان خافيير مسكارو اللي يدعو الزوار فيه لتجربه مفاهيم العبور والتنقل. هذه السفن سواها الفنان الأسباني عشان ينقل مفاهيم واستخدامات السفن في الأساطير القديمة، ويبالي سيلفي مع أسطول القطع الفنية. بدأ اقتناء الكاميرات عند عامة الشعب في الإمارات من سنة 1950 وطالع، اللي استخدموها في تخليد ذكرياتهم من خلال صور تكشف الحياة اليومية للعائلة الإماراتية وبعض المناسبات. وهذه الكاميرات اللي استخدمت في تخليد ذكريات الشعب الإماراتي، وهذه مقدمة من مساهمين في معرض لئلا ننسى. هذا كتاب لئلا ننسى اللي شاركت فيه حول 100 عائلة إماراتية، وممكن فيه تشوف صور لين سنة 99، وفي كل صفحة فيه صورة وشرح لها. هني تقدر تشوف شنطة رجل الأعمال الإماراتي اللي فيها كل احتياجاته أظن للسفر، لأن شفت مكتوب طلب إجازة. هاي الورقة ورقة طلب إجازة، شكل الريال يبى يسافر.
المعرض، لا ننسى نحن مو بيايين نشوف الصور بطريقة تقليدية، ففيه من الوسائل اللي تقدر تخلي الزائر مستمتع وهو يشوف الصور، فعندك هذه اللعبة أو اللوحات الرقمية أو حتى الوسائل الحديثة. ني عند هذه اللعبة، هذه هي لعبة الوسم المشترك اللي ممكن تتحدى فيها صديق أو تتحدى نفسك. تطلع لك 4 صور وانت لازم تطلع العنصر المشترك بينهم من خلال وسم. ويلا بلعب وبرد لكم. رسم الخلفيات القديمة في الاستديوهات، ويقدرون الزوار يجون هني ويصورون صور بهذه الكاميرا ويعلقونها، لكن أنا ما بصور بهذه الكاميرا، أنا بصور سيلفي مع هذه الخلفية القديمة وبحط لكم إياها بالأبيض والأسود. هذا قسم ذكرى الشيخ زايد الله يرحمه، اللي فيه مجموعة كبيرة من الصور الواضحة لمهام الشيخ زايد، سواء كانت رسمية أو غير رسمية. فأحلى شيء أني أختم جولتي في هذا المعرض في هذا القسم وأخذ لي سيلفي مع مجموعة الصور هذه.